بيطلع لي صبار حوالين بقي. بنتي عندها سنه وثمان شهور. انا عايز اقول لكم اصبحت كابوس مفزع. عندي مشكله الدوالي. بدون ما نروح لدكتور وبدون ما نخش تاني علاج بالليزر علاج تجميل. ليه أبحاث علمية والعدد من وسائل الصحافة والإعلام أجريت في السنوات الأخيرة عدد كبير من استطلاعات الرأي بين سيدات الوطن العربي كشفت عن تضاعف غيرة السيدات على أزواجهم مع انتشار النت ووسائل التواصل الاجتماعي والعدد المهول من القنوات الفضائية، وعن السؤال عن موقف الزوج من خضوع الزوجة لعمليات تجميل تقربها من نماذج النجمات اللي بتجذب الزوج على الشاشات تباينت الردود بين تناقض الزوج برفضه لإجراء الزوجة لعملية تجميل وبين طلب الزوج من زوجته وأحياناً إرغامها على عمليات تجميل. من ناحية تانية بتشير إحصائيات العام الماضي عن زيادة نسبة إقبال الرجال في الوطن العربي على عمليات التجميل وخاصة شفط الدهون 22% عن الأعوام السابقة، لكن ما لم تكشف عنه الإحصائيات من أجل من تحديداً يقبل الرجل العربي على عمليات التجميل. أهلا بكم في هذه الحلقة الهامة. عايز أحكي لكم قصة، القصة دي ليها جوانب يعني تعليمية محتاجة نحن نفهمها كويس. قصة بعيد خالص في الصين، بنت صينية اسمها بيري. بيري كانت مرتبطة بشاب كانت بتحبه، وزي ما احنا شايفين بيري كان ليها مواصفات معينة لوشها، وبدأت بيري قصة حبها ديت بحاجة غريبة، ان الشاب اللي هي بتحبه دايما بيقارنها بالبنات التانيين ويقول لها انا مش عاجبني ده انا مش عاجبني ده. بيري بدأت تعمل عمليات تجميل، وصل عددها ل 30 عملية تجميل جراحي، لدرجة انها وشها تقريبا اتغير بشكل كامل، الجبهة، الشفتين، المناخير، الخدود، بقت حد تاني. بعد السنوات ديت قالت بيري لما بدأت تكبر شوية انه خطيبها او حبيبها كان دايما الانتقاد لمظهرها، وما كانش بيعجبه العجب ولا الصيام في رجب، بس هناك ما فيش صيام في رجب، ما كانش بيعجبه العجب خالص، دايما بيقارنها بالاخريات، وده اللي دفعها انها تحاول تقضي بشتى الطرق والوسائل انها تروح تعمل عدد من عمليات التجميل. كلام زي الفل. ايه اللي حصل في نهايه القصه المثيره دي؟ سابوا بعض، خطيبها برضه سابها، وقالت في جمله مهمه جدا اعتقد انها المضمون المهم في القصه دي، انك اذا اردتي ان انت تعملي اي عمليه تجميل اعمليها لنفسك مش لأي شخص تاني. كويس جدا. بس احنا هنا في مصر الكابلز او الزوج والزوجة بيبقى عندهم زي ما يقولوا قرار مشترك، الراجل في حاجات معينة في مراته في شكل مراته مش عاجباه، فهو بيقول لها والله انا مش عاجبني فيك ان انت عندي جناب كبير، البطن دي مترهله زياده عن اللزوم ودي مضايقاني، هل ده انديكيشن لجراحه التجميل؟ هفهم ولا يعني هل الزوجه ساعتها تروح تعمل ولا لازم يكون الكلام من دماغها هي؟ ده محتاج ان احنا نفهمه بالتفصيل. النهارده حوار مثير للغايه في هذه المنطقه هنبداها، لكن هنتكلم على نواحي كتيره في عالم جراحه التجميل مع ضيفي المبدع الرائع دائما في حواره، والذي يسعدني دائما ويطربني بهذه العبارات الجميله التي نرى انها ممكن تكون قوانين مهمه جدا في سيكولوجيه جراحه التجميل او سيكولوجيه المريض اللي بيقبل على هذه الجراحه. ضيفي العزيز الاسم المتميز الاستاذ الدكتور حاتم السحار. اي عيان بيعمل عمليه في وشه بيبص على وشه في المرايه 300 مره في اليوم. عمليه تصليح انف بالجراحه المفتوحه او بالجراحه المغلقه، ولا الحق للمريض انه يعرف الفرق بين الاثنين؟ احسن حاجه موجوده في العالم دلوقتي هي الدكتور.
لماذا أصبحت ترهلات الجسد بهذه الدرجة من الانتشار؟ زي كانت 50% بقت 80%، 30% زيادة دول سبقوا من العمليات السمنة اللي اتعمل بيها. الأستاذ الدكتور حاتم الصحار، أستاذ استشاري جراحات التجميل بكلية الطب جامعة القاهرة، زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية للتجميل والحروق، عضو الجمعية المصرية لجراحات التجميل. ضيف العزيز الأستاذ الدكتور حاتم الصحار، أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك دكتور أيمن. هيا أنا نهيت المقدمة بسؤال عايز أسمع منك إجابته. بص، إحنا قعدنا نتكلم مع بعض على الموضوع ده. الموضوع ده وقت ما جات مصر اكتشفت إن فيه مشاكل كبيرة جدا. نتكلم واحدة واحدة. البيت أساسه سيدة وليس رجل. أي بيت اتنين متزوجين، اللي بيخلي البيت جنة سيدة، واللي بيخلي البيت نار برضه الست. خلينا متفقين، هي ترمومتر ترمومتر بتاع البيت. بس في رجالة يعني احنا خلينا نتكلم على يعني السواد الأعظم من الناس أو المجموعة الأغلبية من الناس. بحكم ان احنا رجاله وعندنا مثلا ميول ديكتاتوريه برضه، وفي نفس الوقت انا بكلمك على حاجه شفتها في العيادات شفتها عندي في العياده، وانا هوصف لك اللي بيحصل في بيوت عامل ازاي بالظبط. احنا كنا زمان من قبل ما يبقى في ميديا ويبقى في نت، كان مجتمع مغلق بحد ذاته، فكان الراجل بيتجوز الست وهي على وضعها وبيكملوا الحياه لحد ما لا نهايه، لحد ما ربنا يرحمهم الاثنين. دلوقتي بقى المجتمع مفتوح، بقى فيه نت، بقى فيه ميديا، بقى فيه تلفزيونات، بقى فيه ناس بتبقى يعني. هو ابسط مثال، هي الستات بتتبرش اللي في التلفزيون دي، يعني بيتقال لك الكلمه دي انا سمعتها في العياده، هو دي محافظه على شبابها ازاي الكلام ده كله. فبقى عند احساس الست عقده ان هي مع تقدم الزمن ومع الزواج بقى بيحصل لها تغيرات، هذه التغيرات اثرت على شكلها، وبقى عندها عدم ثقة بنفسها. عدم الثقة بنفسها ده بيتقلب لنكد، انا بقول لك باللفظ، اللي بتنكد في البيت، مش عارفة تتصرف بطبيعتها في البيت، حاسة انها مكسوفة طول الوقت، زوجها قال كلمة وهو مش قصده بيها حاجة بتاخدها على نفسها. انا بقول لك اللي بيحصل في البيوت بالظبط، وانا يمكن في ناس كتير قوي سمعاني، انا بقول لك ده اللي بيحصل. وده انا يعني دكتور التجميل في جزء منه دكتور نفساني، انت بتقعد مع المريض او المريضه بتسمع منه القصه، مش كل التخصصات بس زياده لازم اسمع كويس. فده اللي بيحصل في البيوت. ثلاث مراحل الزوجه بتجيلي فيها العياده، وانا بقول لك الثلاث مراحل بالظبط. المرحله الاولى في بدايه الزواج بعد بعد الخلفه، بعد الحمل والولاده، دي اول مرحله، الست شكلها بيتغير بعد ما تخلف وتفكر بعد الرضاعة والكلام ده كله، تيجي تبص نفسها في المراية، انا واحدة تانية غير اللي جوزي اتجوزني. وجوزها بيقول لها نفس الكلمة. ممكن على فكرة بيبقى جوزها بيقول لها بحسن النية، او ممكن يقول لها بجد. حسن النية دي بتقلب بجد عندها عقدة نفسية، ولو بجد بتبقى عقدة نفسية وتبقى جواز تاني وهتجوز عليا ومش هتجوز عليا. دي اول مرحلة. مفيش راجل بيقول بحسن النية. مش اوكي، يجي الراجل الست تقول له انا عاوزه اعمل عمليات تجميل اظبط هذه المشاكل، يقول لها يا بنتي انا عجباني زي ايه، زي ما انت كده. بقول لك اللي بيحصل بالظبط وبالملي كويس. طيب يا ابني انا حصل لي مشاكل، انا بقى عندي شكل كذا، حصل في منطقه البطن كذا، حصل في منطقه الثدي كذا، انا زدت في الوزن، انا قللت في الوزن، قصص كتير. يقول لها انا عاجبك كده وانت جميله وانت احلى ست في الكون. بيبقى نظريه الراجل حاجه من الاثنين، لا اما فعلا شكلها عجبه ودي هو راضي، هو راضي ودي نسبه قليله، ونسبه بيقول كده عشان مش عاوز وجع قلب. انا بكلمك باللي بيحصل، انا مش بتكلم على حاجات يعني هتخش لسه عمليه وانا اللي هتعب وفي عيال وفي مدارس وفي مش عارف داخله ايه والكلام ده كله، وعارف وانا اللي هدفع كويس، انا مش طالبه وجع قلبك، فعلا عندي الشغل. انا بقول لك النظريات، فدي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية للست بعد سن الأربعين أو من 35 لأربعين، بيبتدي علامات الشيخوخة أو علامات
السن ايه تظهر. خلي بالك ان وانت عارف المعلومه دي طبيا ان علامات السن بتبان في الستات اسرع من بتبان في الراجل. فبتحس ان هي بقت كبيره على زوجها. الخلل الانهيار الهرموني اللي بيحصل عند الست بيفرق. فتبتدي تبص على وشها وعلى ملامح وشها على مظاهر الانوثه اللي عندها فبتحس ان فيها مشكله كبيره ولازم تتغير. وهنا بتبقى المشكله عند الست مشكله الشك. انا بقول لك باللفظ اللي بيحصل بتشك في كل حاجه بيعملها الايه الزوج. اتاخر شويه مش عارف ايه كان في شغل كان في ميتنج كان مش عارف ايه ده تاني مرحلة. ده لو شغله كمان مرتبط بستات بالظبط كده بيشتغل او بتاع مجوهرات بتاع مجوهرات ممثل. دكتور نساء ممثل دكتور تجميل دكتور بطنة دكتور بطنة بيبقى مشاكله كتير بيبقى فيه حته الشك موجوده والشك ده بيقلب مش نكد يعني نكد من بلاده يعني ميد ان النكدني يا ميد صناعه بيت يعني انت في اكل بيتي كويس. وهي بتيجي تقول انا ما كنتش انا عاوز ارجع تاني الوضع اللي انا ايه كنت فيه. المرحله الثالثه بعد الخمسينات لو هم مكملين مع بعض طول الفتره دي انا بكلمك انا بقول لك والله العظيم انا بكلمك على امثله بشوفها عندي لو استحملوا بعض في العياده لو استكملوا بعض مثلا يبقى خلاص اولد ايج تبقى معجزه. في مجموعتين مجموعه خلاص جوزوا اولادهم وجوزوا انا بتهيألي ان الزمن القادم عشان نشوف اتنين ده انا مش بتكلم على دلوقتي بس دلوقتي دول الجيل انا بتكلم على الاصغر مننا شويه لو كملوا بعد الخمسينات اللي هو مثلا 2030 ان انا اشوف اتنين كابلز متجوزين سنه 2010 بقى لهم 20 سنه متجوزين ده هيبقى معجزه. يعني هو برضه ربنا يوفق باذن الله ان شاء الله ان شاء الله يكملوا. بس بيجوا لما حاجه من الاثنين لما جايين هم الاثنين خلاص مهمتهم الرسميه في تربيه الاولاد وجوز ما عاوزهم يدلعوا نفسهم. دي كتير قوي بيجي في السن ده خمسينات وستينات الراجل والست بيجي يعمل جاست ان هو ايه يعيشوا بيقول عاوزين نعيش ايه خلاص بقى حياتنا انتهى اتجوزت وخلاص والبيت فاضي عليه ولاما هم لاما الراجل خلاص بقى بقاش عنده دي المرحله المجموعه الثانيه خلاص بقى عاوز تعملي اللي انت عاوزه ايه تعملي ما عندوش طقطان على المناهج ده ولا او ما تعمليش وما ايه اعملي اللي انت عاوزه ايه مع خططان في الوضع لايف ان بيس لايف ان بيس بالظبط ما حط في دماغك دايما ان علامات الشيخوخه بتبان في الست اكتر من الرجاله. دي المشكله. لا والست ما بتتحملهاش وبعدين هي بتيجي تقول فجاه هي مش فجاه هي بتبقى ملخومه بحاجات كتير او ناسيه نفسها في حاجات كتير. في جميع الاحوال انت بتتكلم عن معلومه مهمه جدا اسمها الثقه بالنفس. وهذه الثقه بالنفس لو فقدتها المراه البيت بيقلب جحيم. انا بقول لك باللفظ طلاقات كتير سببها هذا الموضوع. انا بكلمك والله العظيم بكلمك عن حاجات شفتها بعيني في الثلاث مراحل دول لما بعد الخلفه لما في الميدل ايج كرايسيس بيسموها ازمه منتصف العمر اللي هي من 40 لحد 60 ما ده منتصف العمر على فكره يا جماعه ال 50 و 55 دول مش سن كبير ده ميدل ايج تعريف حتى في الطب احنا عارفين ده ميدل ايج لا وفي الستات في السن ده كويس بعد ال 60 تبتدي بقى لما بيس وعاوزين نقضي لاما الست عاوزه بقى ايه تظبط نفسها والكلام ده كله عشان ترجع تاني لايه لشبابها. في كل مرحله من دول هي ازمه ثقه بالنفس وكل مرحله ليها مشاكلها. اهم مشكله فيهم المرحله الاولانيه اللي هي بعد الخلفه والولاده والرضاعه واولادها مثلا بقى خلاص دخلوا مدرسه تيجي تبص لنفسها انا واحده تانية ويبتدي الزوج يقول لك انا راضي بيها انا انت زي الفل انت جميله انت احلى انت ام العيال انت احلى حاجه في ايه في حياتي. بس ده مشكوك في امره هناخدها بمحمل ايه يعني 2% منهم يبقى عندهم رضا 98 شايف بيها جحيم في البيت بسبب عدم الثقه اللي عند الانثى. ما هو 2% بيبقوا عندهم رضا 98
بيلعبوا بديلهم بالظبط. هو مش بيلعب بديله حتى، هنقول بطل، بس هو مش عاوز وجع قلب. احنا جايين نطفي النفوس. كويس بقى. الفكره كلها انا عاوز اقولها، هو انت ليه تعيش في جحيم؟ ما تخافش، الموضوع ما بقاش زي الاول، واكسب بنت. يعني انت لما تعملها حاجه اللي هي عاوزاها، يعني خليك بقى، خليك ماسكها في ايدك، انا عملتك اللي انت ايه عايزاه، ساعديني بقى او حل عن سمايا اي حاجه، يعني اعملي اللي انت ايه، يعني اعملي اللي انت إيه؟ انت عملت اللي انت عاوزاه، بس ما ايه، لان بيبقى ميزنق. والله في ست دي اجمل هديه. لا في ست قالت لي ما تقلقش انا هعملها، هيعملها. لا يعني هي واثقه هي عارفه هاو تو دو. مشاكل الست في هذه المرحله حاجتين، يعني بتكلم بجد، اول مشكله البطن والثدي. كويس، الثدي بيحصل له تغيرات بسبب الغضاعه والحمل والكلام ده كله، والبطن احنا ولا بنلعب غضاعه ولا بنلعب قصدي رياضه اثناء الحمل ولا بعد الحمل ولا اثناء الليل ولا اثناء النهار ولا الكلام ده خالص. يا باشا احنا الشتاء بيجي الناس سقعانه، الصيف بيجي يقول لك الناس مفرهده. بالظبط، احنا بنلعب رياضه في الربيع والخريف. تيجي بقى اللي ظهر جديد كتير قوي من السيدات، يعني اقول لك او يبقى اول مشكله الثدي والبطن، ده لحد سنه سنتين ظهر حاجه جديده بقى، النيو لوك الجديد بقى، المشاكل الثانيه، ان بعد الولاده بعد الولادين هي قاعده في البيت طول النهار، الوزن زاد، هي داخله مثلا سي ب 50 كيلو، احنا وصلنا ل 120 ايه كيلو، تروح عامله عمليه تكميم وتحويل ايه مسار، ودي حاجه كويسه، وانه كمان دي عشان صحتها وعشان عيالها، ودي حاجه عمليه محترمه جدا للسمنه المفرطه. كويس، السمنه المفرطه، وبتخفف ناس من مشاكل كتير، تخسهم تلاقي في جلد واقع في جميع الايه، دي مشكله كتير. دي مشكله، هي خست بس مش عارفه تقعد براحتها في البيت عشان الترهلات، عشان تقعد. انا بكلمك والله يعني، وعلى فكره الترهلات احنا الموضوع ده احنا لقيناه بجد عشان بيوت. انا بتكلم عشان بيوت بقى، مشكله الترهلات بقى، عندك ثلاث مشاكل موجودين في اي بيت مصري، لا مشكله في الثدي دي لو حافظت على وزنها، لو مشكله في البطن بسبب الحمل والولاده، لا اما عندك مشكله ترهلات عشان سنت وعملت تكميم وتحويل مسار وخست كميات كبيره، بقى في مشكله ترهلات. وفي نفس الوقت في جميع الاحوال مش عارفه تتعامل براحتها في البيت. هم دول اقوى ثلاث مشاكل، وبقول عليهم دول في مرحله اولانيه، لان لو جواز عدى هذه المرحله هيكمل. يعني خلاص بقى بتتعود على بعض، بيتطبعوا على بعض، فخلاص احنا لازم. وهي بتحافظ على نفسها، وهي بتحافظ على نفسها، عملت جراحه تجميل. وعلى فكره انا بقول معلومه مهمه جدا، مجرد الست ترجع ثقتها بنفسها، انت كسبت جوهره في البيت، البيت اللي كان جحيم هيتقلب نص جحيم، هيتقلب لجنه، هيتقلب لجنه. فانت عندك الثلاث مشاكل دول. انا بكلمك والله العظيم يا دكتور ايمن، انا بكلمك على حاجه في البيوت فعلا. انا مبسوط بالكلام ده، وانا بكلمك جدا. والله العظيم حبيبي، نيجي بقى، الراجل خايف من ايه؟ خايف من وجع بعد العمليه، الموضوع ده بقاش موجود. خايف ان يحصل حاجه في العمليه، مضاعفات. لو الكلام انت ماشي تقلب القصه بوجع قلب. صعب ايه اللي بوجع قلب طول ما انت مفيش حد هينزل بعربيه من البيت مظبط زيت ومظبط فرامل ومظبط كل حاجه والعربيه كويسه وعمل لها صيانه وهيحصل فيها مشكله. يعني احنا بنتكلم على الطبيعي ان الاخذ بالاسباب. طب انت رايح للدكتور كويس، تخدير كويس، للتخدير كويس، مستشفى كويسه، عارف هيحصل ايه بالظبط، مش كل حاجه تتعمل مره واحده، فاكيد النتيجه هتبقى ايه؟ بنتكلم بشكل علمي عقلاني. احنا وصلنا لمرحله في عمليه التجميل ان عندي عياله بتعمل النهارده ومسافره بكره. انا بكلمك على ده المطلوب، عمليه وضع. الثدي ما بقاش عمليه. يعني انا بتكلم عن مشكله الثدي، سواء بيحصل ترهلات او هي كان صدرها صغير من الاول، تكبير الثدي ورفع الثدي ما بقاش عمليه، وبقت عمليه، بقت حاجه ملحه. انت بتحرم الست من حاجه كبيره في انوثتها. يعني انت يا جماعه الفرق بين الراجل والست، الحاله دي بس حاله مزعجه جدا. ما هو ده اللي بيحصل بالظبط، المنظر ده. المنظر ده مزعج، المنظر جداً. ده لو صدرها كويس، لو صدرها كويس بيحصل فيه ترهلات في الثدي، فبنحتاج نعمل عمليه تكبير ورفع. وجود التكبير هنا مش عشان اخلي صدرها كبير، هي وجود التكبير هنا عشان اعمل سبورت للجلد اللي حصل له ترهلات، فمضطر نحط سيليكون. السيليكون ولا بيتحس ولا بيفرقع، مش هنقول الكلام ده اللي قلناه في كذا برنامج، انما
طب هو ايه اللي هيضر الست انها ترجع لوضعها الطبيعي بالشكل اللي كانت فيه وشكلها هيبقى كويس هتبقى عروسه عندك في البيت. البطن كمان لو رحنا البطن بقى البطن بقى مشكله تانية ان هي خلفه ولاده وهي فعلا ما حافظت على وزنها او خست حتى بعد ولادها بيحصل فيه ترهلات مع ضعف في العضلات. عمليه شد البطن عمليه بنج موضعي مش بنج كلي. النتيجه اون ذا سبوت جرح بسيط في البيكيني لاين او في اسفل البطن. العيانه بترجع زي ما هي. العيانه والله العظيم ساعات هو هقول لك اكتر من كده اصلا العيانه بترجع بعد العمليه احسن من قبل العمليه. مش احسن من قبل ما تتجوز كده. قبل ما تتجوز يعني هي مثلا بيبقاش عندها ويست ما عندهاش وسط ما عندهاش منحنه للمؤخره كل ده احنا بننحتها بنجعلها لك بونبونايه. انا بتكلم بجد الستات بعد هذه العمليه والله العظيم احنا كنا مره في مؤتمر فقلنا اللي عمل الاختراع اللي هو فيرست وان تو دو ذس اول واحد عمل الكلام ده لازم ياخد نوبل. ده عمل انجاز ان عمل حاجه اسمها شد بطن او نحت بطن بعد الحمل والولاده. لان الفكره في هذه الحاله احنا بنشد الجلد وبنشد العضلات وبنرسم ويست وبنرسم الكلام ده كله. طيب مش عاوز جرح. طب مش عاوز جرح ده حل واحد بس لو في ترهلات في الجلد بس ممكن نعمل الكلام ده كله بس باستخدام اجهزه تانية اللي هي جي بلازما اللي احنا قلنا عليه ممكن يشد الجلد بدون ما يبقى فيه ترهلات من غير ما يبقى فيه جراحات بيبقى فيه جرح. طب الجرح يا دكتور لو عملته لا مش بيسيب علامه هو ده الجي بلازما فتحه صغيره بيشد بيها الجلد شد 100%. على فكره اتفقنا ده برضه موضوع حاجه مهمه الجهاز ده بقاله بالظبط من شهر 2 سنة 2018 او اخر 2 اول 3 الحمد لله يمكن انا من اول الناس اللي دخلته الوطن العربي مش مصر بيبتدى يظهر برضو حاجات تانية بديلة مش بنفس قوة طبعا كوريا والصين شغالين نار ودلوقتي بقى في موديل جديد اللي هو الارجنتين والكلام ده كله بقى بيطلع حاجات تانية الارجنتين بيطلع؟ برازيل بيطلعوا الكلام ده كله اللي كانت هي شغاله كويس على فكره. فهو هو بوفي يعني انا بتكلم على انا مش بتكلم على حاجه يعني اسم هو المخصيص بتاعهم اسمه بوفي ميد ان يو اس اي. نتائج مذهله انا بدين هنا فيه من شهر 9 انا مستني بالظبط في اي بحث طبي يا جماعه عشان بس الناس تبقى تهدى عشان ابين نتائج 6 شهور. شهر 3 انا هجيب لك نتائج الكلام ده في الدراعات وفي البطن وفي الأرداف عمل إيه بدون ما يبقى فيه جرح. بس ليه بقعد لحد شهر 3؟ إن جربنا أول ما نجرب على أنت عارف حضرتك إن فرق الأجناس بيفرق في نوعية الجلد. فأنا أول ما نجربه في الوطن العربي أنا مجرب على كاتيجوريز من دول عربية من السعودية ومن الإمارات ومن الكويت ومجرب عليه من مصر ومن شمال أفريقيا تونس والمغرب جربنا في الكلام ده كله. نتائج وهمية بالذات في الدراعات والافخاذ والبطن بما ان مفيش ضعف في عضلات البطن وجميعهم بيتعمل ببنج موضعي. كان جرح شد الافخاذ او شد الدراعات زمان كان جرح دمه تقيل بيختفي بس ياخد وقت عقبال ما يختفي. دلوقتي بقى بدون ما يبقى فيه جرح. فاحنا اتنقلنا من مرحله لمرحله اخرى. فالزوج في جميع الاحوال هذه الكومباينيشن من الاشياء ما بقتش تعمل مشاكل وبقتش خطيره وبقتش مكلفه عشان بس برضو اتكلم ما بقتش الميزانيات الضخمه عشان اعمل عمليه تجميل لا ما بقتش الكلام ده خلاص. طب الفيلر والبوتوكس كمان بالمره لان انت عارف هو العين جاي العينه جايه تقول لك طب ووشي كمان. طب انا هقول لك على حاجه الناس كلها تطلع وتكتبها. الوجه بيتاثر بحاجتين السن والجاذبيه. السن والجاذبيه، الجاذبيه بتخلي التهدل يزيد. في مينتيننس وفي علاج. المينتيننس الوجه 4 حاجات عشان تحافظ على الوجه. رقم 1 محلول الملح. محلول الملح بتاع الوريد. محلول الملح ده حضرتك اكيد ادرى منه ان هو ايزوتونيك يعني هو نفس السائل اللي ماشي جوه جسمك. تمسح وشها مره يوميا قبل النوم. رقم 2 الاكل الصحي والانتي اوكسيدنس والرياضه وعدم التدخين مضادات الاكسده والحاجات دي كلها. رقم 3 بلازما 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 كل شهر مره واحده
وما تجيبش اي مصطلحات تجميل، انا بتكلم على حاجات طبيعيه. البلازما عشان فيها الصفائح اللي اللي بتدي المحفزات للخلايا ان هي ايه تتجدد، البي ار بي يعني. البي ار بي 4 هايفو. الهايفو هو هاي انتنسيتي فوكال الترا ساوندز، دي بتشد الجلد، بتزود التون اللي في الجلد، فتقلل عامل الايجنج بروسيس اللي هو السن، تقدم في السن والجاذبيه. دول اربع حاجات. دول المينتينز اللي هو لو انا جبت دكتور ايمن او دكتور حاتم وعملت منهم استنسخت منهم واحد تاني وده بيعمل حاجات دي وده بيعملش حاجات دي، بعد سنتين شوفوا الفرق. ده المينتينز. العلاج بوتوكس وفيلر. البوتوكس هو شد تجاعيد المتحركه الدايناميك للوجه، كويس. الفيلر اتز تو فيل، ان هو املى فيلر او دهون وات ايفر حسب كل عيان محتاج ايه. مفيش حد احسن من حد. الدهون احسن من كتير بس ليها استخداماتها الصحيحه، والفيلر ليه مميزاته الصحيحه. ده لاستخدامات وده لاستخدامات. المينتيننس مهم والعلاج مهم. عشان تبقى في سن، والله في ستات بتخش لي انت عارف بيجي لك شيء بيبقى فيه الايج، بيبقى فيه، انا ساعات ببص هو انت فعلا 60؟ في ستات مغيرة. والله عشان عندي حد كاتب 40، انا لو قلت لك مديه 22 25 انا مش هصدق، لانها محافظه. المحافظه بتخلي العلاج بسيط، كميات البوتوكس اللي تحتاجها قليله، كميه الفلاتر اللي تحتاجها قليله. في عوامل كتير بتبقى جينات كمان. جيناتك طبعا ده جزء كبير. بس ده جون، ده الجين ده مهم، بس مع المحافظه. مع المحافظه. والرياضه ومحافظه على وزنها. مفيش حد مش هيغسل سنانه وسنانه تبقى نظيفه. مهما كان جيناتك كويس. مهما كان جيناتك كويس. اتز ده الحاجات. حاجات بسيطة تخلي السيدة في الآخر مبسوطة، وقدام السيدة مبسوطة، جوزها هيبقى مبسوط، جوزها هيبقى مبسوط، أو على الأقل دماغه هتبقى مستريحة. اشتري دماغك، ودي حاجة مهمة. أنت بتضحك ليه؟ ما احنا كلنا بنشتري دماغنا. أنا بكلمك عن حاجة. طبعًا. أنا بكلمك عن حاجة بجد. يعني قدم السبت. لا والله العظيم انا يعني بص، من احسن الحاجات اللي اتعملت في العالم ربنا عملها الزواج والاسره. ده معجزه. كويس. الجواز ده معجزه. اسره كميونيتي صغير لما فيهوش راحه وفي وجع، كفايه وجع القلب الموجود اصلا. يعني في الدنيا فيها وجع قلب كتير، مش طالبه يبقى وجع قلب بزياده. سواء ليها او سواء ليه. وخصوصا فعلا الحاجات ما بقتش صعبه، وبقت الدنيا تعمل سهل. سواء تعمل ثدي، سواء تشد ترهلات بالجي بلازما، سواء تشد ترهلات تعمل شد بطن، سواء تعمل حبه بانتيننس بلازما وهايفو وبقتش الحاجات غاليه خلاص، الحاجات بقت منتشره وموجوده. بس الشرط صح، انت محتاجه ايه، تفهمي هيحصل لك ايه مع حد صح في مكان صح. طبعا طبعا. خلي بالكم ان جراحه التجميل الست لما بتبقى عندها مشكله وبتفكر في جراحه التجميل، أرجوك أيها الرجل الصديق ما تستهيفش كلامها، ما تستهيفش احتياجها إنها تكون أفضل، ما تستهيفش أو ما تقللش من أحاسيسها. ده في الحدود الطبيعي طبعا. أنا ما بتكلمش على المهووسات أو اللي عندها حالة نفسية ومهووسة بجراحة التجميل، لا، أنا بتكلم على اللي محطوطة في حدود الطبيعي. خليك متعقل ليها، خليك فاهم، وانت لما تيجي تشرحي له لازم تخليه يتفرج علينا الأول، لازم تتفرج على جراحة التجميل علميا. يعني ايه؟ لانه كتير من الرجال اللي ما عندهاش معلومات فاكرة ان الستات، هقول لك ايه، في تعبيرات مصرية كده يقول لك دي رايحة تشفط وتنفخ وتكبر وتصغر ومش عارف ايه. مش ده مش جراحة تجميل كويس. او يحرق شعره او يحرق دقنه، دي حاجة وحشة. لا طبعا. ان شكلك يبقى مهندم، مهندم ده حاجة وحشة. ان الله جميل يحب الجمال. مهندم انا احنا ما بنغيرش اشكال، احنا بنظبط الشكل او بنشيل عوامل الزمن اللي حصلت على الشكل. انت نورتني واسعدتني. ربنا يخليك. انت اسعدتني لانك دخلتني قلب البيت المصري. أنا اللي بينتقل جوه العيال. انا بتكلم بجد والله، انا جاي اتكلم في الحلقه دي مخصوص عشان مشاكل حصلت في اللي شفتها في عياده التجميل. المشاكل دي بتظهر بشكل واضح جدا. يبدو انه حتى الدكتور حاتم هو بيشرح اللي بيحصل في حوار ما بين الزوج والزوجه جوه عياده التجميل، كان
شويه دبلوماسي، لكن واضح ان ممكن يحصل خناقه، يحصل خلاف واضح، ممكن الست تجيب جوزها عشان تعمل حاجه في جراحه التجميل وهو بيبقى مش موافق وهي مصره، ويبدا يحصل نقاش ويبدا يحصل نوع من يعني الانفعال النفسي قدام الدكتور. واضح ان انت بتشوف الحاجات ديت، لازم الكلام ده يختفي تماما، يبقى في تفاهم، يبقى في لغة حوار، ويبقى في فهم لمعنى جراحه التجميل. انا نفسي يختفي من القاموس الذكري، لان هو ده معروف في الحوارات الذكريه اللي بين الرجاله وبعضها، يقول لك يا عم دي شفطه، دي هي نفخه، اللي انت شايفه ده كله مش حقيقي. شوف واحده حلوه وتقول عليها مش حقيقي ليه؟ ما حلوه، انت مش شايفها حلوه حقيقي؟ لا لا لا، ده كله اصل ده كله، انت عارف الحاجات دي كلها تركيبات يا ستي. حلوه الست، حلوه باينه، حلوه، انت المعقد بقى صراحه. على فكره اللي انا بقوله ده مهم جدا جدا، لانه ناس كتير خلاص حفظت، بقت تكرر جمل محفوظه، بقت تكرر جمل مستنسخه مش طعمها حلو على اللسان ولا في الودن. انك تشوف واحده حلوه فتقول يا مش حلوه، انك تشوف جهد معين في حته معينه يقول لك يا عم، شوف واحد ناجح يقول لك يا عم ده واصل بالواسطه. ما تشوف نجح ليه؟ ما تشوفه نجح ليه؟ ما تشوفه ادى اداء كويس ليه؟ ده احنا بنشوف دلوقتي ما فيش حد بينجح بالواسطه طول حياته، مش مستحيل. كويس، ما فيش حد طالما نجح يبقى ما فيش كلمه ادم ناجح ومستمر. ما هو طالما ما هو كلمه نجح معناها انه وصل لدرجه معينه من النجاح. استمرارته دي بايد ربنا، لكن هو عمل حاجه وهو كله بايد ربنا. بالظبط، الجمال ده نجاح، احترمه يا اخي واسع عليه. تنورتني، ربنا يخليك استاذنا وضيفنا العزيز، سخنتني قوي واسعدتني بهذا الحوار. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور حاتم الصحار ادخلنا في بيوت المصريين بشكل شيك قوي، او فتح نافذه صغيره وخلينا نطل على فكر الدماغ المصريه بمنتهى الصراحه كعادتي. خليكم مع الدكتور.